هو ده سؤال قديم قدم التاريخ وله إجابة قديمة في الفلسفة، اللي هي الإجابة بتقول إيه؟ بتقول لابد لكل علة من سبب. فمن الذي خلق الإنسان؟ لابد أن يكون هنالك سبب خالق خلق الإنسان، وهذا السبب الذي خلق الإنسان من الذي خلقه؟ لابد أن يكون وراءه سبب قد خلقه، ومن الذي خلق الذي خلقه، وهكذا. فالاستدلال المنطقي الفلسفي القديم اللي ما اتعملش غيره أو أحسن منه لغاية دلوقتي هو أنه سنظل نقول أن هذا سبب لذاك حتى نصل في النهاية إلى العلة الجوهرية الأساسية لخلقة كل هؤلاء، وهذا هو الله. الله هو العلة الأساسية لخلقة الكون، أي الذي لم يخلقه أحد. طيب كيف كان وجوده؟ ما هو الأصل، لا تستطيع أن تقول عن الأصل كيف وجد الأصل، فالأصل هو الذي يحمل الشجرة وليست الشجرة هي التي تحمل الأصل. فهو أصل وعلة الكون الموجود، مش الموجود بقى، هم قالوها في الفلسفة إيه؟ واجب الوجود. هو واجب الوجود، أساس الوجود، فهو واجب الوجود وأساس الوجود ومصدر الوجود، الذي أوجد الوجود ولم يوجده آخر.